الحقيقة أنا من الناس اللي بعشق الرياضة، تربيت مع عيلة رياضية، أب رياضي، أنا أمارس الرياضة بشكل كبير جدا طول الوقت، يعني رياضة جزء من يومي، يعني موجودة في يومي بشكل كبير قد ما أقدر، لأنه الرياضة مش بس إن احنا نمارس لعبة، هو أسلوب حياة. فكل ما كان عندك الرياضة كأسلوب حياة بأيا كان أي رياضة أنت بترتاح فيها بتفرق كتير جدا. فما بال بقى لما الرياضة تنتشر ويبقى عندنا أبطال زي البطل اللي هتكلم عليه دلوقتي، إنجاز تاريخي واستثنائي لبعثة أبطال مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، وده بواقع بقى. شوفوا كم ميدالية، 51 ميدالية متنوعة في مختلف المنافسات، حقيقي حاجة يعني تفرح القلب. واحد من أبطالنا بقى في البعثة دي هو اللاعب زياد السيسي اللي حقق الذهبية في مبارزة سلاح الشيش. أنا نفسي أتعلم سلاح الشيش ده برضه مهم، يعني بعد الفوز النهائي على بطل إيطاليا. الناس كانت بتتابع الحقيقة الدورة دي والأداء. وبعدين بصوا، الرياضة دي مش بس إنه يبقى بيجيد اللعب بسلاح الشيش، ولكن الفتنس واللياقة والجمال واللبس بتاعهم الأبيض، حالة كده جميلة جدا. خلينا نروح نسلم على بطلنا واللاعب زياد السيسي الحاصل على الميدالية الذهبية في السلاح بدورة البحر المتوسط اللي بيبدأ بيها العيد كده، يعني ميدالية ذهبية في العيد، عادية حلوة قوي على مصر. مساء الخير يا كابتن زياد. مساء النور، ازاي حضرتك؟ ازيك يا الحمد لله، مبروك وشكلك كان رائع وادائك كان رائع، وواضح ان هم بيرفعوك هم على الاعناق في الصوره. كلمني بقى عن الدوره دي وعلى تحقيق هذه الميداليه الجميله. طبعا في الاول بشكر حضرتك والحمد لله، لكن يوم كان يوم جميل الحمد لله، وكان ربنا كان موفقنا جدا الحمد لله، والاداء كان كويس والجمهور كان معانا بشكل جميل جدا. الشعب الجزائري جميل جدا، كان بيساندنا وكان بيشجعنا بجد كاننا بنلعب على ارضنا. فالحمد لله كان كل حاجه جميله، وربنا يعني اراد ان احنا نفرح ونحقق لمصر ذهبيه الحمد لله. طيب قول لي يا زياد، سلاح الشيش ده يعني مش من الحاجات المتداوله، يعني مش موجوده بكثره شديده جدا، مين اللي شجعك؟ يعني مين اللي وجه نظرك ليها؟ ومين اللي وراك؟ ومين اللي شجعك على انك يعني تمارس هذه الرياضه او اللعبه دي؟ انا برضو زي ما حضرتك قلت، انا باجي من اسره رياضيه جدا. والدي كان لعيب كره سله، واخويا برضو لعيب باسكت، ووالدتي فانا كنت بلعب باسكت. حلمي طول عمري ان انا يعني كان لعيب زي بابايا يعني الله يرحمه. يعني العيله بتلعب باسكت في الاساس؟ العيله باسكت. العيله باسكت. باسكت تمام بالظبط كده. بس هي مامتي اللي قررت ان انا العب لعبه فرديه، فكانت بتحب هي اللعب الفرديه اكتر يعني. ايوه هي اللي لعبتني رياضه السلاح يعني. هم الامهات في البيوت دي حقيقة. بجد الام المصريه دي كنز جوه بيتها يعني. اولا انا بشكر والدتك جدا، بشكرها على الهوا جدا، لان انا متاكده ان وجودها معاك ووراك سبب بانك تكون موجود هنا وتحقق الميداليه طبعا. طيب دخلت بقى سلاح الشيش وبدات تحبه، اولا يعني عرفنا بيه، يعني انتوا بتتدرب كام ساعه في اليوم؟ بتعمل ايه بالظبط؟ انا تقريبا بتدرب اراوند 5 ساعات في اليوم، كل يوم ما عدا ممكن يوم في الاسبوع بيبقى اجازه. التمرين بيبقى مكون من فيتنس وسلاح. طبعا السلاح بيبقى فيه كذا شق، يعني بيبقى فيه شق مثلا تدريبي اللي هو جزء مع المدرب خاص مع المدرب لوحده، في جزء لوحدك بتعمله لوحدك، وفي جزء مع لعيبه ثانيه بتلعب معاهم. فهي بتتقسم بالمنظر ده، بلس اللي انت نيوتريشن بلان والمنتل تريننج يعني. انا شايفه كمان واحنا بنتفرج عليك، اولا حتى الزي بتاعه حلو، الزي بتاعك البدله البيضه دي برضو لطيفه، وواضح ان انت كانوا بيشيلوك بقى بعد الفوز الرائع اللي انتوا حققته. شعورك ايه بقى وانت راجع بالميداليه الذهبيه لمصر؟ مبسوط جدا، مبسوط جدا ان انا راجع. والنهارده بصراحه رجعنا كان استقبال جميل جدا في المطار من وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي والقوات المسلحه واللجنه الاولمبيه وشعب مصر الجميل، بجد كان استقبال حلو جدا. فانا بحب اشكرهم كلهم على الهواء يعني.
وبحب هدي الميداليه دي لروح والدي الله يرحمه طبعا. وبس وبحاول ان شاء الله من بكره هنرجع تاني للتمرين عشان عندنا بطوله العالم في مصر يوم 15 7 على ارض مصر في القاهره في استاد القاهره، فنتمنى الناس كلها تيجي تشجعنا عشان اكيد احنا هنشجعكم وهنتابعكم يا زياد ده اكيد ان شاء الله. يعني اي حاجه فيها رياضه اكيد كلنا هنبقى وراها ونشجعكم. وانت اذا يوم 15 يوليا يعني خلاص بالظبط، ده انت يعني هتعيد، انت مش هتعيد، انت هتبقى احنا عندنا معسكر، احنا عندنا معسكر من بكره، احنا ما عندناش من بكره احنا بنعيد مع بعض في المعسكر في التمرين فانت من بكره لا في فته ولا لحمه ولا رقاق ولا الحاجات دي خالص، انت بره بس ناكلك بعد التمرين باذن الله. ان شاء الله باذن الله ودايما بالتوفيق. بشكرك شكرا جزيلا وهنتابع معاكم طبعا الدوره والبطوله اللي هتكون موجوده على ارض مصر. انا دايما ببقى سعيده جدا بكل الشباب اللي بيحققوا نفسهم، صدقوني احلى حاجه احنا ممكن نقدمها لكل شباب مصر هي الرياضه، الرياضه في كل مكان هي الحل. زمان كان في حاجه كده تقولك الرياضه هي الحل، هو مش مجرد بس كلام، دي حقيقه. الرياضه لما تزيد في المناطق وتزيد في الانديه وتزيد في البيوت، وشوفوا الكلمه الام هي كنز الاسر المصريه، الام هي الكنز اللي موجود في كل اسره مصريه ايا كانت الام فين، اي موجوده فين، في محافظه، في قريه، في نجع، في مدينه، ايا كان الام دايما هي زي ما بيقول ايه قره عينها اولادها، وبتحب تحطهم للامام وبتدفعهم وبتبقى عايزه تحطهم دايما في احسن مكان. فتحيه لكل الامهات بجد اللي بتقدم لنا يعني شباب مشرف زي الشباب اللي بنشوفه.